ديالي ابو فراس عبد الغني من مدينه مراكش. انطلقت الرحله ديالي من مدينه مراكش الحمراء بعد ما تركت موالين الدار والعائله في واحد الحاله فيها واحد الشوع ديال كذا، ولكن صبرتهم بان وراه الرحله حنا عندنا لي مويان ديالنا غادي نمشيو نجيو بسلام. خرجت من مراكش دونك الى الحدود المغربيه للكركارات، ثم الى موريتانيا، ثم الى السنغال، ومن السنغال الى مالي، ومن مالي الى كوت ديفوار. هادشي اللي تشجيع الفريق الوطني اللي هو حمر لينا وجهنا. المده اللي استغرقت كاينه كانت من المفروض 7 ايام ولكن ولات 11 يوم تقريبا، لان وقع لي عطب في الدراجه الناريه، والعطب ما تيمكنش نقادو بهذه الوسائل اللي عندي، بياسة ولا كذا ولا هذا. كانت الجنطة اللي عواج، ومن حيث الجنطة عواج خصها التدريسة، ما انا ما يمكنليش ندير هادشي. فهاد الناس الله يجازيهم بخير عاونونا بالوسائل ديالهم التقليدية، حتى دخلنا هنا بوسائل شتى، ما الميكا البرودوي الى اخره، الحمد لله ما بدلنا الجنطة ولكن دخلت الكوت ديفوار. التعامل الافارقة تيحبوا المغرب لواحد الدرجة لا تتصور، والحمد لله حتى حنا تنكنوا لهم كل الحب. والمشاريع اللي دار سيدنا هنا تعبر على انه المغرب غادي في طريق الصحيح، بحيث انه الناس ديال هنا يعني محبدين هذه الفكره اللي ديال جلاله الملك في تنميه الاقاليم الصحراويه، الاقاليم الافريقيه، والحمد لله تيحبونا بزاف. والكثير البارح ما تقولش راسك واش كاع انت في كوت ديفوار، لان كلهم تيهتفوا، كلهم هازين الرايه المغربيه، كلهم، وهادشي يوتليجو الشطر. درت واحد العده رحلات، درت القدس، درت السعوديه، درت الهاي واي 66 اول طريق معبده في الميريكان، درت القطب الشمالي، واحد العده، درت افريقيا في 2017 بواحد الموتور اخر من غير هذا الجولدوين، والحمد لله كلشي داز باجتياح، باقي العمر شيط. هي هذه اللي درت هذه المره، هادي لانه هادشي اللي وقع لي في الخسارات الموتور عمرها وقعت لي، لانه الحفاري 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 في, في يعني في 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 هذا في مالي كلها حفاري، الى ما لقيت الحفاري تلقى البيست، وهادشي ما هو معقولش. المغاربه بغيتهم يخرجوا كلهم يشوفوا هادشي باش يعرفوا القيمه ديال بلادهم. شنو الحلم تاعك الاخير؟ الحلم ديالي هو نحقق انه نعرف المغرب تعريف جيد، ونكون ديما هاز رساله السلام والرايه المغربيه، وندير غير شويه لهذا البلد، ربما الموت والحياه هذه نخليو ذكرى بالصوت والصوره وداكشي، وهذا الشيء اللي بغينا نخليوه لهذا البلد.